في 19 مارس عام 1989 استردت مصر مدينة طابة بعد معركة قانونية مع إسرائيل امتدت لسنوات. وإحياء لتلك الذكرى أقيم هذا الاحتفال. الرسالة الأهم التي تحرص مصر على تأكيدها في هذه المناسبة موجهة للأجيال الجديدة من المصريين. احنا حررنا عندنا بثلاث وسائل، بالقوى المسلحة، ثم بالدبلوماسية اللي هي فك الاشتباك وفك الشباك وكلام من ده، ثم التحكيم الدولي. ثلاث يا مراحل خدنا بيها أرضنا لغاية آخر ذرة رمل اللي انت واقف عليها دي الحقيقة يعني، وده أدل على شيء يدل ان احنا ما بنسيبش عقنا. بعد نصر أكتوبر عام 1973 بست سنوات تم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لتشرع إسرائيل بعدها في الانسحاب من سيناء. إلا أنها وقبل إتمام الانسحاب وفي أواخر عام 81 افتعلت أزمة بشأن وضع 14 علامة حدودية، أهمها العلامة التي تحمل الرقم 91، لتبدأ مصر بعدها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء النزاع وفقا لبنود اتفاقية السلام، حيث لجأت للتحكيم الدولي، وبالفعل تشكلت الهيئة في جنيف بسويسرا. وفي 29 سبتمبر عام 88 صدر حكم هيئة التحكيم لصالح مصر لتسترد طابة ويتم وضع العلامات الحدودية وفقا لقرار التحكيم، وهو ما اعتبره المصريون نصرا قانونيا يضاف للنصر العسكري في حرب أكتوبر. الضعيف لا يستطيع أن يحاور ولا يفاوض ولا عنده ما يفاوض به ولا يحاور به. فرق بين الرحمة التي تنشأ من القوة، السلام المبني الذي تحميه القوة، وبين الضعف والاستسلام والخنوع. الدولة المصرية لم تكن في تاريخها أبدا، مر عبر تاريخنا الطويل، لم تكن دولة استسلام ولا خنوع أبدا. ولموقع مدينة طابة أهمية استراتيجية، فهي تقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابة الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من جهة أخرى، في إطلالة فريدة على 4 بلدان عربية هي مصر والسعودية والأردن وفلسطين. بمعركة قانونية أكملت مصر بها معارك السلاح والسياسة الطويلة، استردت كامل ترابها الوطني. هنا في طابة يسجل المصريون حضورا عميق الدلالة في ذكرى تحريرها. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، طابة.